السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وإلى يوم الدين. صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا عليه الصلاة والسلام. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض شوية عيش حلوين كده. هنشوف حبايب قلبي عملي ازاي نسوي العيش على الطاسة او على المصفى، وايه افضل طريقة سواء طاسة او قلاية. زي ما احنا شايفين كده حبايب قلبي، دول شوية دقيق بلدي على كيلو، نص كيلو دقيق بلدي على كيلو دقيق عادي، هنحطهم على بعض زي ما احنا شايفين كده. والحبة الاولين اللي في الطبق انا هسيبهم للتبطين. هنقلب حلوة قوي الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل بمعلقة ملح ومعلقة سكر، وهنجهز كيس خميرة. كيس خميرة فورية يا جماعة كامل على كيلو ونص دقيق زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلبهم برضو. وهنحضر معانا مية دافية زي ما انتوا شايفين كده، هننزل واحدة واحدة بالمية. انا مش هقول لكم معيار معين، هي ايدينا حسب العجينة، طول ما ايدنا فيها هنعرف العجينة تتلم معانا ازاي. دي مية دافية زي ما العجين هيعوز، هنحط مية بالويم كده لحد ما نوصل للعجينة ونلمها كلها. بص حبايبي، هلم العجينة زي ما انتوا شايفين كده، ما عادتش بقى بتلزق خالص، لمتها بشوية دقيق زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اجيب كيس تلاجة مفتوح واغطي العجينة ترتاح لمدة ساعة او ساعة الا ربع كده. حبايبي بعد مرور حوالي ساعة على العجين خمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ بقى اهبطها ولم العجينة زي ما انتوا شايفين كده، هي خمرانة، واحاول بقى افضيها من الطبق على الرخامة، وبطن شوية دقيق كده برضو عشان ما تلزقش اهي. هنزل بقى بكمية العجين دي كلها على الرخامة، هنزل شوية الاول بشوية دقيق وبعدين اشيل العجينة كلها بسم الله زي ما انتوا شايفين كده. ناخدها من الطبق على الرخامة واسلك ايدي بس بشوية دقيق عشان ما تلزقش معانا، وهلم باقي العجينة من الطبق عشان طبعا ما نهدرش حاجة معانا حبايبي. ويلا بينا نشوف هنكور ازاي. هركن الطبق على جنب، هبدأ بقى ادي العجين كده شوية تبضيرة من الدقيق، وهلمها قوي كده زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. الحتة اللي حطيت فيها دقيق ديت انا هكور واحط عليها يرتاح الحجم اللي انت عايزاه بقى او التقطيع اللي انت عايزاها. بتاخدي العجين ما بين صوابعك بالراحة كده عشان تعملي كورة متساوية اهي. بسم الله ما شاء الله، نبطن ايدنا برضو ونلم العجينة اللي جوه ما بين الصوابع كده اهو، ونقطع التكويرة اهي، ونركن بقى على جنب يرتاح بالشكل ده. هنبدأ نقطع العجين ونكمله زي ما انتوا شايفين كده، طبعا بنكور ونسيبه يرتاح ومبدرين الرخامة. هنخلص بقى العجينة كلها تقطيع بالشكل ده ونركنها ترتاح. طبعا كل شوية بنبل ايدي دقيق بمسحها بالدقيق عشان ما تلزقش اهو. لم العجينة على جوه وما بين صوابعك كده بتقطعي حسب التقطع اللي انت عايزاه. هبدأ بقى اجيب كور بقى من اللي ارتاحت اللي انا عملتها في الاول، وهبدر الارضية الرخامة بالدقيق وابدأ افرد بالنشابة زي ما انتوا شايفين كده، ونفض الدقيق حلو قوي من على الرغيف
وانطقه كده زي ما انتوا شايفين اهو، مقاس زي الفل يا جماعه. عايزه بقى تكبري او تصغري حسب ما انت عايزه. هناخد واحده كمان زي ما انتوا شايفين كده، بنبطط تبطيط خفيف بالدقيق طبعا، وبعد كده بنجيب النشابه ونفرد. بنفرد بقى شوية كده، لازم كله يتفرد الأول يا جماعة على صواني، ونسيبه يرتاح. كل ما ارتاح بقت تسويته أحلى. يعني المفروض بعد ما اتعجن ويتكور ويتفرد بالشكل ده يرتاح حوالي على الأقل 10 دقايق بعد ما فردنا بالشكل ده قبل ما اسويه اهو. وسمك الرغيف زي ما انتوا شايفين كده، هكور بقى الباقي زي ما انتوا شايفين، هبطط الباقي اهو. ده برضو كام واحدة على السريع كده عشان البنات اللي عايزين يتعلموا معانا. اهم حاجة تحط دقيق عشان ما يلزقش في النشابة العجينة منك. دي جت كبيرة شوية مش مشكلة اهو. حط دقيق وبططي وبعدين بالنشابة، وننفض الدقيق بالشكل ده. بيبقى عيش بقى من الاخر يا جماعة سخن وحاجة كده تستاهل. انا بططت هنا شوية يرتاح اهوت على الصينية، وهكمل الباقي بنفس الطريقة. هحضر زي ما انتوا شايفين المصفى، انا هوريكوا على المصفى وعلى الطاسه. المصفى مولعه العين زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها تسخن او بنجس كده ان السخونيه طالعه من الاخرام بتاعه المصفى الالومنيا. وبننزل بالرغيف بسم الله زي ما انتوا شايفين كده. يا دوبك يعدي بس بتاع 20 ثانية كده على الجنب ده. اهو بقرب لكم الكاميرا، بصوا بدأ يفقفق ازاي يا جماعة اهو. انا هجرب معاكم في الفيديو ده يا جماعة المصفى والطاسة، ويبقى كل حاجة عملوا قدامكم واللي تحبوا تعملوا بيه اهو. بيبدأ بأي فقفة زي ما انتوا شايفين كده. انا معاكم اهو لحد ما نضيره اهو. بصوا يا جماعة ضيرته الناحية التانية، خد التحميرة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، وبرضو قب من جوانب برضو اهي في حتة اتقبت فيه. زي ما انتوا شايفين كده. اللي تحبي بقى نفس العجينة كده، عايزة تسوي على المصفى سوي، عايزة تسوي على الطاسة سوي اهو. بصوا حبايبي هنجرب بقى واحد كمان زي ما انتوا شايفين كده، بنسيبه بس ثواني على الجنب وبعد كده بنضيره. الولعة وسط يا جماعة واحدة واحدة مع بعض اهو يا بنات عشان نتعلم مع بعض. كل حاجة سهلة وفي ايدينا. بصوا ما شاء الله يبدأ يقب اهو يا جماعة على المصفى. بصوا شكله ما شاء الله، بصوا متحمر ازاي. بصوا يا جماعة بيقب ازاي ما شاء الله، بجد حلوة قوي، مية مية ما شاء الله اهو. بصوا
حاجه طازه كده. بصوا من الاخر كده عايزه اقول لكم انا قاعده اخبز وعيالي ياخدوا ورايا وياكلوا حاف من جمال العيش وريحه الخبيز. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا لو اتفتح معاكم بقى خرم كده في العيش اتكوا عليه من ناحيه كده بكبشه ولا معلقه وبيقب بالشكل ده معاكم اهو. بصوا حبايبي هنشوف بقى واحد كمان في الطاسه زي ما احنا شايفين كده بدأ يقب معانا اهو. بنضيره بإذن عادي يدوبك ياخد التحميره الجميله دي معانا. هيبدأ بقى يقب ويتحمر ويبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا اوريكم حبايبي تجربة الطاسة وتجربة المصفى الاتنين مع بعض. ونسيت اقولكم على حاجة يا جماعة، كل ما بين كل رغيف والتاني كده بتبلوا قماشة وتمسحوا بيها ارضية الطاسة، قماشة مبلولة عشان لو في اي دقيق اسمر او حاجة في الارضية ما يطلعش في العيش. بصوا بيبدأ يقب ازاي، بسم الله ما شاء الله. اهو هنقلبه تاني. كده خلاص يا جماعة اهو. وكده جربنا الطريقتين مع بعض حبايب قلبي. لو انتوا بقى بتشوفوني لاول مره لاول مره ياريت لايك وسبسكرايب. وده حبايبي شكل العيش بعد ما عملنا الكميه اللي انتوا شفتوها. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا ونفتح رغيف مع بعض كده. بصوا حبايبي قد ايه مورق وجميل. بصوا بصوا بيتفتح ازاي من جوه ما شاء الله يا جماعة. تجربة جدا حلوة جدا تستاهل ان انتم تجربوها. يلا يا بنات بقى شجعوا يا ستاتي امارات كده، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.